ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين كلامنا عن مهرجان العالم عالمين. والحقيقة فرقة موسيقية مهمة جدا هتشارك في مهرجان هذا العام، فرقة الموسيقار هاني شنودة، فرقة المصريين، الفرقة الشهيرة هتعود بحفلة قوية ومميزة على المسرح الروماني بالمدينة التراثية، وده هيكون يوم 27 يوليو ضمن فعاليات النسخة التانية من مهرجان العالمين الجديدة. في الحقيقة المايسترو الكبير هاني شنودة قال في مداخلة قبل كده إنه هيقدم مفاجأة كبيرة جداً للجمهور في حفله مهرجان العالمين، وكمان الجمهور مستني يشوف فرقة المصريين اللي بترجع بعد غياب. خلونا نروح لمداخلة مع المطربة تينا عدلي وهي عضوة في فرقة المصريين، هتكلمنا عن مشاركتها مع الفرقة في المهرجان السنة دي. برحب بيك يا تينا. مساء الخير. مساء الخير. وعايز أعرف الأول عن انضمامك لفرقة المصريين، إمتى انضميتي للفرقة وإزاي؟ أنا بقالي تقريباً 3 سنين مع المايسترو، كان أوديشن وناس كتير قدمت وأنا كنت من الناس اللي الشرف يعني إن أنا اتقبلت، وبس يعني بقالنا تقريباً في حدود 3 سنين كده. طيب إيه المشاركة في مهرجان العالمين شايفاها إزاي؟ طبعا حاجة ضخمة جدا، متحمسة جدا ان احنا نعمل العرض ده، و يعني ان شاء الله تشوفوا حاجات جديدة ومختلفة. طيب تينا، عايز اعرف ايه ابرز الاغاني اللي هتقدموها من خلال حفلة السنة دي في العالمين، والاكيد الجمهور هيكون مشتاق ان هو يسمعها، خاصة ان فرقة المصريين من الفرق المميزة والهامة اللي اسست تاريخ الموسيقى في مصر. هنغني حاجات اتعرفت جدا كمان الفترة اللي فاتت، وبالذات في مسلسل حالة خاصة كان فيه كذا حاجة من الحاجات اللي اتعرفت كتير، زي اوقات اشوف ملامحك، وهزيني، وابدأ من جديد، ومشية السنيورة، ومتحسبوش يا بنات، ولما كان البحر أزرق، وحاجات تانية كتيرة يعني. تينا، دول أكثر حاجات اللي معروفين بالنسبة للناس. تينا، احنا بالتأكيد بتمنى لك التوفيق وتكون حفلة مميزة، وأكيد هيكون ليها حضور كبير من محبين فرقة المصريين. المطربة تينا عدلي، أنا بشكرك جداً.